السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أول مرة نهبط فيديو فيما يخص المشكلة البسيطة. ما فماش اعتداء بالعنف كما أنتم صنفتوه، ما فماش عنف شديد على صحفية، عنف شديد البنية والكف والألفاظ، لا لا، مشاجرة كلامية شنجنا الزوز من جراء الضغط الموجود في الليميسيون، من جراء التوتر الموجود في الكواليس، 10 سوايع تصوير، ضغط كبير برشا. لا ثم اعتداء، ولا ثم انا طلبت السماح بالطريقه كما انتم سمعتوها، لا. وقعدنا البارح وحكينا في الموضوع وخرجنا وخيان، وتصير المشاكل هذه في الايميسيون من اول الايميسيون لاخر الايميسيون، اذا كان مش معايا انا مع زملائي، وتوفى الحكايه غاديك حد الايميسيون غاديك. اما الصحفيين اللي يهولوا الحكايه وكبروها بالصفة هذه، أنا قل